السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارفة ان انا مقصرة معاكم جدا في الفيديوهات، والحقيقة امبارح جوزي بعت لي فيديو هو صوره بنفسه ازاي نختار جوز الهند السمر ذات نفسها عشان تكون سليمة. والحقيقة ان انا برضو مفهمتش قوي كل الحاجة اللي هو كان عايز يقولها، بما انه خبير في شراء جوز الهند. فالنهاردة قلت هتصل بيه واسأله على كل التفاصيل اللي ممكن تعرفيها لو انت عايزة تشتري سمرة من جوز الهند، اللي هي بتكون مفيدة جدا، صحية جدا، وحتى لو عايزة تنقصي من وزنك جوز الهند ده من الحاجات اللي طعمها حلو جدا. ولكن طبعا زي اي فاكهة في الدنيا بيكون طعم فاكهة من فاكهة بيكون مختلف، يعني ممكن تكون طعمها حلو جدا وازاي نجيبها كده، او طعمها بيكون مش كويس. تعالوا يلا نتصل بيه واهلا بيه طبعا في القناة، وشكرا جدا على الفيديو المميز ده. يا شكرا على واجب، ونقدر نبدأ إن شاء الله. طيب احنا دلوقتي رحنا الأسواق ولقينا جوز الهند هيكون قدامنا كذا شكل، هنعمل ايه؟ دي قدامك حبتين جوز هند، الاتنين باعوا هنا في السعودية بالشعر بتاعهم، ممكن في مصر يكون من غير الشعر، بس ده شكل الجوز الهند. في شكلها ساعات بيبقى مدور شوية، ساعات طويلة شوية، بس في الآخر هي كلها يعني قريبة من بعضها. اول حاجه وانت بتنقي جوز الهند لازم تتاكدي ان فيها ميه مش ناشفه من جوه، ولانها لو نشفت من جوه معنى كده انها قديمه او متخزنه مش كويسه. بعد كده لو هي متغطيه بالشعر بتزيل الشعر من عليها وتشوفي المنطقه اللي فوق. المنطقه اللي فوق دي اول لازم اقول لكم ان احنا محتاجين طبعا معدات وتولز عشان نفتحها، شاكوش وسكينه، ويا ريت لو عندك سكينه المدببه من قدام هتبقى كويسه، لان جوز الهند من قدام فيها 3 خروم، 3 نقط سودة من فوق بعد ما تشيل القشر من عليها وتغسليها. ال3 نقط دول فيهم واحدة بس هي اللي ممكن تفتحيها بالسكينة لأنها بتبقى طرية شوية، فبتدخلي حرف السكينة أو سن السكينة من قدام لحد ما تلاقي واحدة فيهم اللي هي الطرية، واحدة من التلاتة دول، وتدخلي فيها السكينة عشان تفتحي جوز الهند من جوه، وتنزلي السائل اللي فيها اللي هو مية جوز الهند، لأنها طبعا بتبقى طيبة وصحية جدا. نزليها في كوبايه اولا عشان لو كسرتيها ممكن الميه دي تقع منك في الارض، وتاني حاجه عشان تتاكدي ان جوز الهند دي كويسه او وحشه. زي ما انتم شايفين كده في الاتنين جوز الهند دول، بعد ما بتشيل الشعر من فوق بتلاقي 3 نقط. المنطقه اللي حوالين ال3 نقط دول لو هي غامقه وشكلها يعني مش نفس لون جوز الهند الباقيه، بتبقى معناه ان جوز الهند دي قديمه او مخزنه او مش كويسه يعني. لكن لو هي نفس لون جوز الهند او لونها فاتح، لون الجوز الهند الفاتح من فوق، بيبقى معناه انها جوز الهند كويس. زي ما انتم شايفين الجوز الهند الاولانيه كان من فوق غامقه شويه ودي فاتحه. كمان الريحه، ريحه جوز الهند وخصوصا من المنطقه اللي فيها 3 خروم دول، لو شميتي فيها ريحه غير عاديه معنى كده انها مش كويسه. لو شميتيها ومفيش فيها ريحه جوز الهند العاديه يبقى، او مفيش ريحه خالص، معنى كده انها فريش. زي ما انتم شايفين فتحت الجوز الهند بالسكينه بالمدببه من قدام وسبتها تنزل الميه اللي جواها عشان ما نفقدش الميه. كمان في علامة مهمة جدا، لو نزلتي لو فتحتي جوز الهند ونزلت المية والمية شكلها رايق لونها فاتح ما فيهاش أي شوائب، معنى كده إن جوز الهند تطلع كويسة. بس طبعا ده بيكون بعد ما اشتريتيها، لكن انت من الأول ممكن تتأكدي إنها كويسة أو مش كويسة بإن هي تشوفي المنطقة اللي حوالين 3 خروم اللي فوق دول أو 3 نقط السوداء اللي فوق، لو هي فاتحة نفس اللون بتاع جوز الهند تبقى دي هتبقى كويسة، ولو فيها سائل وما فيهاش ريحة. دول ال3 علامات اللي ممكن تستعمليهم ساعة الشراء. بعد كده بتفتحيها وتنزلي الميه اللي جواها زي ما باين في الفيديو كده. وزي ما انتم شايفين الاولانيه دي اللي هي كانت تاني واحده شلنا من عليها الشعر، لون الميه اللي نازله منها رايق جدا وفاتح مفيهوش اي شوائب، وطبعا هتبقى طعمها جميل جدا، والميه دي صحيه ولذيذه وممكن الاطفال يشربوها تعجبهم جدا لان هي ما فيهاش ريحه قوي وخفيفه. لما نفتح التانية دلوقتي هتشوفوا دي خلاص دي كده. بس انا لاحظت برضو اللي هي الحلوة بتكون الثمرة ذات نفسها فاتحة شوية. ايوه هي لونها افتح وخصوصا من بره. فوق. لما اجي اشتريها اجيب يعني ثمرة ممكن فاتحة. بالظبط. كمان من فوق شايفين دي التانية زي ما انتم شايفين كده، من فوق لونها غامق شوية. والريحة. والريحة دي ما كانش فيها ريحة. بس لون الغامق من فوق ده اما فتحناها، لو انتوا شايفين لون السائل اللي بينزل منها اغمق من التانية، لون السائل اغمق معكر شوية
كويس. وطبعا يعني دي نزل منها ميه، في ساعات بتشتريها مبيبقاش فيها ميه او الميه قليله، ده برضو علامه كبيره يعني. لو رجيتيها في المحل ولقيتيها ما فيهاش ميه او ميه قليله، معنى كده ان ما اشتريهاش. لو رجيتيها ولقيتي فيها ميه كتير بتعمل صوت من جواها، تبداي تشوفي بقيه العلامات اللي هي اللون، وتشوفي الايه الحتة اللي هي من المنطقه قدام. اللي قدام دي، اللون اللي حوالين الثلاث نقط دي شكلها ايه. بعد كده خلاص نزلنا الميه، بتبداي تدقي عليها بشاكوش عشان تكسريها. لو انت حظك كويس هتدق عليها بشاكوش هتفتح يعني بسرعه كويس، وتبداي زي ما انت شايفين كده تفتحيها كويس وتبداي تكسريها تاني. كل ما تكسريها اكتر كل ما تبقى سهل. وبعدين تجيبي سكينه كبيره شويه وتحطي السكينه بين الجزء الهند الابيض والخشبه اللي هي الخارجيه اللي بتحميها. اقول لك سر، مره عملته وما كانش عندي شاكوش او ما كنتش لاقيها يعني، فرميتها على الارض بس برضو ما كسرتش لا يعني. لازم شاكوش حاجة قوية عشان تقدر تفتح، لأنها يعني ربنا سبحان الله بيخلي فيها الغلاف الخارجي ده عشان يحميها من الحيوانات، ويحميها إنها تعيش، إنها بتتجاب من أماكن بعيدة، فالثمر بتحميها الغلاف الخارجي اللي عامل زي الخشب ده. زي ما انت شايفين كده بحرف السكينة تبدأ تطلعيها، وكمان لو هي فريش أكتر بتطلع بسرعة. عايزه اقول لكم بقى على فوائد جوز الهند دي، رغم ان هي فيها دهون بس الدهون اللي فيها بتساعد على الحرق جدا، من الحاجات اللي فعلا فعلا يعني لو اكلتي منها بانتظام عمر ما وزنك هيزيد، بل بالعكس بتساعد على الحرق. فياريت ندخلها في كل الانظمه اللي احنا بناكل، يعني اي نظام غذائي كيتو دايت او دايت عادي، لانها مغذيه جدا. هتلاقيها بتنعم بشرتك، بتنعم شعرك، فيها مضادات اكسده، بتعزز المناعة جدا، تخلي المناعة قوية، كمان مفيدة للمفاصل. بصوا لو قعدت للصبح احكي لكم على جوز الهند، ودايما دايما بتكون الهدية المفضلة عندي، يعني عارفين كده لما يكون جوزي رايق كده وعايز يديني هدية فبيجيب لي جوز الهند دي، من كتر ما انا بحبها دايما، حتى بغمسها في شوكليت او بعمل معاها كده صوص شوكولاتة وباكلها كده فريش. معلش انا قطعتك، ويكمل بقى ايه، احنا دلوقتي بنطلع الثمرة دي، ما شاء الله هي لونها ابيض وعامل كده زي القشطة كده، فاتحة وجميلة جدا، وطعمها اكيد هيكون حلو جدا. طبعا اللي زي ما انتم شايفين كده اللون الثمره من جوه فاتحه، وكمان في حاجه القشره الخشب اللي خرجت منها مفيش فيها اي نقط يعني مبلوله، او فيها اي عطانه او اي ريحه مش كويسه، يعني الخشبه نظيفه تماما. وظهر الثمره من ورا كلها لونها بني وما فيهاش اي نقط يعني فيها فساد. من جوه بيضة ومن بره لون البني عادي خالص، كل الثمرة من جوه ما فيهاش ولا نقطة فيها فساد. وطبعا ده هيبان اكتر من المية اللي طالعة اللي هي بتبقى فريش وما فيهاش اي ريحة. زي ما انتم شايفين كلها ابيض والمية رايقة انت خالص غسلتها وفاتحة. بقى صح؟ اه طبعا لازم اغسلها عشان ما كان الخشب ده بيبقى عليها نقط من الخشب بينزل عليها، وكده اغسلها بتكون بمية. جاهزة على الاكل، طعمها بيكون تحفة يعني. يا ريتني معاك كده كنت كلت منها، بس اكيد اكيد هنزل اجيب دلوقتي من مصر، يعني متوفرة طبعا في كل الاماكن اللي بتبيع الفاكهة. من الحاجات اللي ممكن تكون مش متوفرة عند الفكهان العادي، بس موجودة في اغلب ال اه دي التانية بقى. طبعا دي للاسف اتفتحت اهي، شايفين من جوه. تانية كان لونها ابيض تماما، هنا دي لونها غامق فيها نقط، فيها مسوده وفيها خضار من جوه. وكمان سطح الجوز الهند من جوه في عطر، في يعني متحل شويه كويس. ايوه دي علامه مهمه جدا على ان دي ما تنفعش تتاكل. ممكن بس تستعملوها في التجميل في اي حاجه، لكن هي مش تنفع تتاكل لان هي طعمها وريحتها مش هتبقى كويسه. طيب مش كويس مشكلة، انت يعني طلعها وقطعها وحطها في الفريزر، وانا لما ارجع ان شاء الله هبقى اعمل بيها مثلا حاجة للتجميل، يعني ممكن اعمل منها حليب جوز الهند، ولكن استعمله لشعري لبشرتي، يعني ممكن نعمل بيها حاجات كتير، حتى يعني مش هينفع تتاكل ولكن برضو مش هنرميها، هنستفيد برضو بيها. زي ما شايفين كده، المنطقة اللي جاب بني، المنطقة اللي فيها شوية عطانة باين من بره في الخشبة وفيها ريحة طبعا، وباين في الخشبة الخارجية ان هي مبلولة شوية باين فيها عطانة، وفي السطح الخارجي من الايه من الثمرة اللي هي احنا بناكلها دي باين فيها برضو عطانة. واضح جدا كمان ان حتى من السائل لون السائل. بزعل جدا بقى لما حد يكتب لي تعليق ان احنا جبنا جوز الهند وطلعت طعمها مش حلو،
فاكيد زي اي فاكهه ساعات بنجيب بطيخه حتى بيكون طعمها حلو جدا ومسكر، وبطيخه تانية طعمها وحش وبيضه وكده، فزيها زي اي فاكهه ادوها فرصه تانية. لو جبتوها مره مش حلوه اكيد اكيد بعد ان شاء الله الفيديو ده هتنقوها حلوه جدا وفعلا تستاهل التجربه. ايوه فعلا شكل الميه فعلا اللي هي على اليمين دي جميله جدا ورايقه وحلوه وتشرب كده، ومش عارفه اقول لكم قد ايه بتتباع في كل السوبر ماركت الكبير في كل دول العالم. تعالوا راجع معاكم الثلاث حاجات المهمه جدا لما تيجي تشتري ثمره جوز الهند. من الحاجات اللي انا فهمتها من الفيديو ان احنا هنشتري الثمره هتكون لونها فاتح، كمان هتكون جامده من بره، كمان هتكون من عند المنطقه اللي هي اللي فيها الثلاث علامات دول، ما فيهاش اي ريحه مش حلوه، كمان هتكون ناشفه. فبكده ان شاء الله هتختاري واحده من ثمر جوز الهند. لو في اضافه اقول انا مش فاكره. حوالين الثلاث نقط السوداء دول فوق تتأكد انها لونها نفس لون بقيه الثمره، مش اغمق. لو اغمق معنى كده ان في فساد، وده اكتر مكان بيبان فيه لو في فساد. وشكرا لكم، اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية، ومع السلامه.